بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، عليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نبدأ بانطلاقة مركز المزاد والخاصة بفئة الحجاج هنا في عاصمة الميادين ميدان الوثبة، على بركة الله وتوفيق مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. انطلق أول الأشواط الخاصة بفئة الإبكار الحجايج، 3 كيلومترات هي المسافة المقررة. مباشرة ناخذ المركز الأول، وعد تأتي في الصدارة الأولى لخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، أيضا يتقدم، ولكن أيضا تأتي الشبيطة في المركز الأول، منصور بن محمد بن لويع الخيالي يتقدم، ياتي بهذه الانطلاقة. بينما دخولنا من الزاوية الاخرى، ثلاثية جميلة على المركز الاول والثاني والثالث، المجموعة وصلت، خذت المركز الثالث المجموعة حامد بن ناصر بن علي النعيمي، يقدم لنا من سلالة جبار ود الحقة والام نجلة، يا سلام. ولكن الصدارة مع وعد ابوها الشامخ وامها بنت الساعية، يا سلام. المركز الثالث رفيف عبد الله بن ابراهيم الشايع التميمي، ايضا من ايضا مزاد الانتاج الشخصي، الام مهجنة وابوها الطف، يا سلام. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت ايضا المختبر عبد الله بن خلبان الخلبان القحطاني، ابوها ايضا الشامخ وامها مياسة، من مزاد المجموعة العلمية المتقدمة. ولكن وصلت من حاف احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي، يقدم لنا ابو فيصل، هذه بنت مغادر، بنت مغادر، بنت مغادر، ابو طاير وام زعفرانة، امها من حاف، من مزاد المجموعة العلمية المتقدمة. غيرت خذت الصدارة، شعار بو فيصل، شعار بو فيصل. ولكن الوارية لسعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي، هذه بوها ناصي وامها الغربية، يا سلام. وصل بن كليب، علي بن سيف بن علي بن كليب، على ظهر غزلان، احد المرشحات يا بن سلومة، احد المرشحات، ابوها منذر وامها غزلان، يا سلام على هذه الدرر، يا سلام على هذه الاسماء، يا سلام على الصدارة. من حاف احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي، ايضا بنت مغادر وبنت ناصي في مجموعة هذا الشوط. هناك الدرعي، يقدم لنا هذا الاسم سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي، وصلت في هذه اللحظات رفيق عبد الله بن ابراهيم الشايع التميمي، ابناء المملكه قادمين مع بنت الطف وامها مهجنه، من الانتاج الشخصي، من مزاد الانتاج الشخصي. الله، وين الموقع؟ الكيلو المثير، الغلاف الجوي غير في هذا الشوط. ولكن الصداره مع منحاف، بنت مغادر على الصداره على المركز الاول، وايضا امها من حاف، يا سلام. احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي، ابو فيصل يقدم لنا هذه الانطلاقة، يقدم لنا هذه الاندفاعة. المركز الثاني، هناك سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي مع الوارية، بنت ناصي وامها الغربية. المركز الثالث، عبد الله بن ابراهيم الشايع التميمي وصل، خطير، روح يا التميمي مع المقدمة. وغزلان تأتي في المركز الرابع، علي بن سيف بن كليب الكتبي، ابوها منذر وامها غزلان. ولكن الصدارة وين؟ بنت مغادر، احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي، يقدم لنا هذه الاندفاعة. روح يا بن معيوف، روح. حمد بن سعيد بن مبارك بن معيوف ايضا الوهيبي يقدمها في التضمير، ولكن احمد بن حمد بن مبارك بن رغش ايضا الشامسي. بو فيصل يقدم لنا من حاف، ابوها مغادر وامها من حاف، تهانينا والناموس. المركز الثاني،
الثاني الواري سعيد بن حمود بن تعلوب الدرعي ابوها ناصي وامها الغربيه، غزلان في المركز الثالث، علي بن سيف بن كليب التبي الاب منذر والام غزلان، رابعا عبد الله بن ابراهيم الشايع التميمي الاب الطف والام مهجنه، خامسا هناك مع المجموعه حامد بن ناصر بن علي النعيمي جبار ولد الحقه على نجله، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هنا مشاهدين الاعزاء توقيت الزمني حيث قطعت المسافة من حاف لأحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي بسلالة مغادر سلالة الطاير. هنا مشاهدين الاعزاء 4 دقائق و29 ثانية جزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فيه الوارية سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي ابوها ناصي وام الغربية 4 دقائق وايضا 29 ثانية وثمانية اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. غزلان من وصلت ثالثا لعلي بن سيب بن كليب الكتبي، تهانينا والناموس. ابوها منذر وامها غزلان قطعت المسافة في 4 دقائق و31 ثانية 9 اجزاء من الثانية. المركز الرابع 4 دقائق و32 ثانية وايضا هناك في المركز الرابع هي من كانت ايضا بجزء واحدة من الثانية، هي رفيف لعبد الله بن ابراهيم الشايع التميمي، تهانينا والناموس من الانتاج الشخصي ابوها الطف وامها مهجنة، الطف العايدة ملكية للمجموعة العلمية المتقدمة. خامسا وصلت المجموعة ايضا من سلالة جبار ولد الحقة والام نجلة حامد ايضا بن ناصر بن علي النعيمي، تهانينا والناموس. قطعت المسافة في 4 دقائق وهنا توقيتها ولحظات وصولها المجموعة على المركز الخامس 38 ثانية و8 اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. ناتي بانطلاقة جديدة واندفاع مميز لأيضا سن الجعدان الحج